13 عام مرت على آخر مواجهة بين أولمبيك الكاف والنادي الأفريقي في ملعب الكاف، ما أنه آخر لقاش مع الفريقين كان موسم 98-99 وانتصر آنذاك الأفريقي بنتيجة 1-0. أبناء بومخلوف وأبناء بجديد يلتقيوا من جديد وغايتهم مختلفة. الأولمبيك يرغب في وضع حد للنتائج السلبية في الجولات الأخيرة، والأفريقي يريد تجديد الملاحقة على جارو الترجي. أبناء مصطفى كيوا كانت لهم الأفضلية في الدقائق الأولى، وصبر الترابلسي هدد مرمى عاطف الدقيلي في زوز مناسبات. الحداد وجابوا يتحركوا ومعاهم بدأت مكينة الأفريقي الدور. توغلات من اليمين واليسار قلقت برشا دفاع الأولمبيك. الأفريقي لقى الحل في التسربات الجانبية، واللي في واحدة منها كاد القصداوي يهز شباك مرمى أسامة الماجري. ضغط أبناء الكوكي تواصل آخر الفترة الأولى، والعارضة تحرم القصداوي من التسجيل وتحكم على انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. السيا يواصل على نفس النسق اللي أنهى به الفترة الأولى، جملة كروية ممتازة يبدأها الحداد للباراتلي مر للجابو بلمسة واحدة يخرج الباراتلي وجه لوجه والامتياز لأسامة الماجري. وبمرور الوقت الأفريقي افتك وسط الميدان وفرض سيطرة مطلقة على دفاع الأولمبيك، أجبرته على ارتكاب الهفوات قرب منطقة 16 متر و50، واللي على إثر واحدة منها تمكن القصداوي من تسجيل هدف المباراة الوحيد، وهو أول هدف للقصداوي مع الأفريقي في بطولة الموسم الحالي. الأولمبيك حاول العودة في المباراة، لكن تماسك الخط الخلفي للأفريقي منع رفاق صابر الترابلسي من الوصول لمرمى الدخيلي. الكاووت وفرت الجابو في آخر اللحظات، لكن الدولي الجزائري ما كانش مركز ويضيع فرصة ثمينة. الحكم نصر الله الجوادي يضيف 5 دقائق، ما جاتش بجديد لتنتهي المباراة بانتصار الافريقي هو الرابع على التوالي. قلص به الفارق النقطة وحيدة على صاحب التالي على الترجي، وفي المقابل ينقاد الاولمبيك الهزيمة الثالثة على التوالي. اكيد اليوم انا نضرب اللي قدم لنا مقابلة جميلة جدا. اليوم اللاعبين كانوا نظن اللاعبين قدموا كانوا في المستوى اعطاوا لعبوا، في الاخير ديما كما يقول لك تبقى تخصنا هذيك النجاة الهجومية، وحنا نظن بلي احنا اليوم احنا كنا يعني افضل يعني من الخصم. الخصم يعني كان اللي مسجلنا سمعت عن طريق كيما يقول لك ضربه ثابته، سمعت على اللي بلاغيتي مركوا لنا وحده، وحنا مازال خصنا هذيك النجاعه الهجوميه لازم نخدموا عليها في هذه الاطراف ان شاء الله باش راح نسيبوا الحل ان شاء الله. فرحان اليوم وجيت هذه جيت نورمال مازال زين بضرب نحسب روحي انا نضرب في الصباح صار مصيبه مع بركه كنت واقف مع اصحابي كنت نلمس واحد هذا جاي والكيف وكل ما نعرفهم جاي من ديالي وربي يهديه وكذا.